صمويل الثاني 2. وحصل بعد كده ان داود سأل الرب: اطلع لوحدة من مدن يهوذا؟ فقال له الرب: اطلع. فقال داود: لفين اطلع؟ فقال: لحبرون. فطلع داود لهناك هو والستتين بتوعه، اخي نوعم من يزرعيل وابي جاي المرات نبال اللي من الكرمل. وطلع داود رجالته اللي معاه كل واحد وبيته، وسكنوا في مدن حبرون. وجي رجالة يهوذا ومسحوا هناك داود ملك على بيت يهوذا، وبلغوا داود ان رجالة يبيش جلعاد هم اللي دفنوا شاول. فبعت داود رسل لأهل يبيش جلعاد يقول لهم: متبركين انتم من الرب عشان عملتوا الجميل ده في ستكوا شاول فدفنتوه، ودلوقتي يعمل الرب معاكوا احسان وحق، وانا كمان اعمل معاكوا الخير ده لانكوا عملتوا الموضوع ده. ودلوقتي خلوا ايديكوا تتشدد وخليكوا اصحاب قوة، لانه مات ستكوا شاول وانا مسحني بيت يهوذا ملك عليهم. واما ابنير ابن نير رئيس جيش شاول، فاخذ إشيبوشس ابن شاول وعد بيه المحنايم وخلاه ملك على جلعاد وعلى الاشوريين وعلى اسرائيل وعلى ابراهيم وعلى بنيامين وعلى كل اسرائيل. وكان إشيبوشس ابن شاول ابن 40 سنة لما ملك على اسرائيل، وملك سنتين. واما بيت يهوذا فمشي ورا داود، وكانت المدة اللي ملك فيها داود في حبرون على بيت يهوذا 7 سنين و6 أشهر. وخرج أبنير ابن نير والعبيد بتوع إشيبوشس ابن شاول من محنايم لجبعون، وخرج يؤاب ابن صروية والعبيد بتوع داود، فتقابلوا مع بعض على بركة جبعون، وقعدوا دول على البركة من هنا ودول على البركة من هناك. فقال أبنير ليؤاب: يقوم الصبيان ويبرزوا قصادنا. فقال يؤاب: يقوموا. فقاموا وعدوا بالعدد 12 راجل عشان خاطر بنيامين وإشيبوشس ابن شاول، و12 من العبيد بتوع داود، ومسك كل واحد براس صاحبه وضرب سيفه بجنب صاحبه ووقعوا كلهم. فتسمى المكان ده حلقاس هالسوريم، يعني غيط السيوف اللي هي في جبعون. وكانت الحرب شديدة قوي في اليوم ده، واتكسر أبنير ورجالة إسرائيل قدام عبيد داود. وكان ولاد صروية الثلاثة هناك، يؤاب وأبيشاي وعسائيل، وكان عسائيل خفيف الرجلين زي الغزال اللي في الغيط. فطلع عسائيل ورا أبنير وممالش في المشي يمين ولا شمال من ورا أبنير. فتلفت أبنير وراه وقال: أنت عسائيل؟ فقال: أنا هو. فقال له أبنير: مين ليمينك ولا شمالك؟ وقبض على واحد من الصبيان وخد لنفسك الغنيمة بتاعته. فمعس عسائيل أنه يميل من وراه. بعدين رجع أبنير وقال لعسائيل: ميل من ورايا، ليه أضربك للأرض؟ طب وإزاي أرفع وشي عند يؤاب أخوك؟ فرفض انه يميل، فضربوا أبنير بطرف الرمح في بطنه، فخرج الرمح من وراه فوقع هناك ومات في مكانه. وكان كل اللي يجي للمكان اللي وقع فيه عسائيل ومات يقف. وطلع يؤاب وأبيشاي ورا أبنير، وغابت الشمس لما جم لتل أمة اللي ناحية الجيح في طريق صحر الجبعون. فتجمع ولاد بنيامين ورا أبنير وبقوا جماعة واحدة ووقفوا على راس تل واحد. فنادى أبنير يؤاب: هيفضل السيف ياكل من غير نهاية؟ معرفتش ان بتبقى فيه مرارة في الاخر؟ فالحد امتى ما تقولوش للشعب انهم يرجعوا من وراء اخواتهم؟ فقال يؤاب: عايش هو الله، لانك لو ما كنتش كلمت كان الشعب الصبح طلع كل واحد وراء اخوه. وضرب يؤاب بالبوق فوقف كل الشعب وما طلعوش تاني وراء اسرائيل ولا رجعوا يحاربوا. فمشي ابنير ورجالته في السهل الليل ده كله، وعدوا الاردن ومشيوا في وسط كل الشعب وجمل محنايم. ورجع يؤاب من وراء أبنير وجمع كل الشعب، واتفقد من العبيد بتوع داود 19 راجل وعسائيل، وضرب عبيد داود في بنيامين وفي رجالة أبنير، فمات 360 راجل. ورفعوا عسائيل ودفنوه في قبر أبوه لبيت لحم. ومشي يؤاب ورجالته الليل كله، وطلع عليهم الصبح في حبرون.